يسمع ما روي أن سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان قوم بعضا من قومه يسكنون بجوار جبل فسمعوا بكاء ليل نهار، سألوه يا روح الله ما هذا البكاء؟ ذهب إلى الجبل فأذن الله للجبل أن يتكلم. ماذا قال لسيدنا عيسى؟ قال يا روح الله إن بعضا من قومك لم يؤمنوا بك، أخذوا مني حجارة فنحتوها أصناما وسجدوا لها من دون الله، فأخشى أن يلقيني الله في نار جهنم، لأنه قال عن النار وقودها الناس والحجارة. فإذا كان قلب هذا الجبل الحجارة قد خشع لله وخاف من مولاه مع أنه لا ذنب له فيما فعله هؤلاء القوم، فلا يخشع قلبك أنت أخي في الله. لم يقل الله تبارك وتعالى إلا على اليهود وغيرهم ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فهل قست قلوبنا فلا نخشى من الله؟